ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال. النهاردة فيديو جديد اتمنى يعجبكم، وما تنسوش تضغطوا لايك في الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فيديو النهاردة عن ازاي استغل المساحات الضيقة في المنزل بتاعي، وازاي ابتكر اجهزة او ادوات حديثة اقدر ان انا اتعايش بيها في حياتي اليومية من غير ما اتضايق على المكان. فيديو النهاردة هيورينا ازاي في افكار جميلة نقدر ان احنا نستخدمها في المنزل بتاعنا، وازاي يسهل علينا حياتنا اليومية. لو انتوا لسه مشتركتوش في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان كل ما ننزل فيديو يوصلكوا كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتدعم لينا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اول باول. طبعا معروف ان اكتر الافكار ديت افكار صينية او يابانية، لان الشعب الصيني والياباني هما دايما اللي بيعتمدوا المساحات الضيقة في المنازل، وبيستغلوا المساحات الضيقة على اكمل وجه، وازاي ان هما مش بينقصوا منازلهم اي حاجة وتكون المنازل ذكية لابعد حد، وازاي ان هما بيستغلوا كل شبر في المنزل ان هما ما ينقصوش المنزل اي حاجة، وفي نفس الوقت بيكون في مساحة واسعة معاهم يقدروا ان هما يتحركوا فيها. تابعوا الفيديو للاخر وهتنبهروا من جمال الفيديو، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. Thank you.